فعلا سلمت نفسها ولا هي اتقبض عليها؟ لا هي اللي سلمت نفسها، هي دي برضو حد يقدر يقبض عليها؟ الاموال المتقربه بتاعت اقاطع لو رجعت لنا وتقسمت على الشعب، عارفه حضرتك كل واحد هيجيبه كام؟ كام؟ بس دي حاجه غريبه جدا، دي كان خلاص قرها بيطلع للضحى حكم غياب، ايه اللي يخليها تظهر وتسيب نفسها دلوقتي؟ ان الست قطاطا هي سبب الفساد اللي مالي البلد، وديكي شايفه الاثار عامله ازاي؟ ده الواحد مش عارف يروح بيته بشويه حرام كشف العيال. يمكن ظهرت عشان تثبت براءتها، بس براءتها ايه؟ دي القضيه لابساها لابساها، الشخصيه جهنميه تتوقع منها اي حاجه. قطاطا لبست القضيه الواحده، والملايين اللي لمناه هتتقسم عليا انا وانت وبس على حلاوتنا. ايوه يا ابني، بس انا مش هستريح الا لما يتحكم عليه. ليه؟ انت قلقان تجيب سيرتك في القضيه؟ قلق من ايه؟ اولا هي هتجيب سيره فاروق وانا مش فاروق، انا شعبان. هتقول لهم انه شعره طويل ونازل على قرنه، وانا يا ابني شعري مش طويل ولا حاجه، ده انا حتى اصلع شويه، وانا يا ابني لا بشنب. سلام عليك. ولبسك استاذ ورئيس قسم عظمه، بس شيل الحواجب بقى عشان ما نتهرش. صح، عندك العف دي، بقيت واد قاور اهو. يلا بينا عشان انا نفسي اسمع الحكم عليها، وكده نبقى دقينا اخر مسمار في نعش الست قطاطا. أعزائي المشاهدين، لقد حانت اللحظات الحاسمة، اللحظات التي ستحدد مصير أكبر قضايا الفساد في مصر في الفترة السابقة. هل سيصدر الستار على هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الرأي العام؟ هل سنكتشف في الحلقة الأخيرة الكثير من الأسرار التي تخفيها هذه المجرمة؟ هذا ما سنعرفه اليوم، وإحنا معاكم عشان نعرف. مظلومة وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ها هتقولي ايه؟ انا جعانه
يا ست انا عزمك بعد الجلسه، هاكلك بعد الجلسه. ونبي ركزي بقى معايا، ابوس ايديكي في عرض ابوكي علشان دي اول فرصه ليا. انت ممثل؟ لا مش ممثل. والنبي شكلك من الممثلين. يا ستي انا شكلي كده اعمل له ايه؟ بتمثل في الهند؟ في الهند انت؟ لا مش في الهند، ابوس ايديكي عشان دي اول قضيه ليا. اول قضيه؟ اه. اتقفشت في ايه؟ ما اتقفشتش يا ست، انت اللي مبسوطه وانا جايه ادافع عنك. ركزي بقى، بصي من الاخر بقى، قولي ورايا بس. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب بيا. انا اتلعب فيا. ايه ياما اللي انت بتقولي؟ ياما عيب ياما، اتلعب فيكي ايه؟ اما اتلعب فيك؟ لا ما اتلعبش فيا ولا اتلعب فيك. اما اتلعب في مين؟ ما اتلعبش في حد يا ست. اما فين الواد اللي اتلعب فيه؟ هندور عليه وهنمسكه ان شاء الله، وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. محاسبي انا ولا ما تفكريش في اللي عرفني عليك. وبعدين بقى يا ست ما توترينيش بقى، خليني اشوف شغلي. انا عايز اركز لو سمحتي. بص تعالي ننسى اللي فات ونبدا مرحله جديده خالص. ايوه. انا مش عايزك تقولي اكتر من اللي ورايا. ايوه ايوه قول. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب فيا. شفت؟ شفت بقى؟ انت اللي طلعت بريسيسيون. انا اسف، انسي اللي فات خالص، لو سمحتي سيبيني اشوف شغلي. انت مين يا واد؟ يا ست هانم، يا امبراطورة الشرق، حلفتلك 100 يمين ان انا المحامي بتاعي. الاول نري. انت المحامي بتاعي؟ اه. طب وانت ايه اللي جايبك هنا؟ معزوم على قضية. مجلس الواد ريت يا يا ست انا جاي اساعدك. شايفني مكسحة؟ يا ست شايفني عوجة؟ شايفني حورة؟ انا ايه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ وقعة سودة؟ ايه اللي وقعة السودة دي؟ يا ست يا ست يا كبير. انت بتناديلك عليا يا ابن الواد. بصي وترتيني. انا بص اخش الحمام وما تخليش ادبك تاني، ارجع من الحمام تكون حفظت. يلا هيا كان بيزغني في صدري. براءة ان شاء الله يا ست قطاطه. انت مين يا عم امك انت كمان؟ براءة ان شاء الله يا ست قطاطه. انت مين يا وليه؟ انا سنية. سنية؟ ازيك يا سنية؟ ازيك يا حبيبي؟ شفت يا سنية ابدا في قطاطه ايه؟ معلش معلش. في حد بينخورني في حضور وعايز يقعدني يا عديل. معلش يا حبيبتي، ربنا موجود وهينصرك ان شاء الله. انت مين يا ولية؟ انا سنية. سنية مين دي؟ يلا يا حاج. يلا يا براجل يلا. انا مظلومة. مالك يا ست قطاطة؟ مالي يا ابني؟ ما انت شايف الحمولة الزايدة اللي انا شايلها؟ ده انا بخرب امشي بالليل اتقفش في لجنة من البروز اللي على بالك. انسى كويس. قومي على القفص يلا. قفص ليه وانا حبيب؟ سيبوني بقى هنا اتفرج على فيلم انا لوحدي. يا ست خليني اشوف شغل، انا عند الضغط. سيبوني اتفرج على فيلم بتاع الفيلم بقى. انت ازاي بتكلمها بالطريقة دي؟ رقم اولا دي ست كبيرة، لو سمحت سيبنا لوحدينا شوية. انت مين يا واد؟ لو سمحت انا ممكن اصعد الموضوع. فين حقوق الانسان؟ معاك دقيقتين. ابو الحسن جاي عليها ايه؟ عشان خاطر ركزي معايا بقى، عشان خلاص جه وقت التركيز. احنا جوه المحكمة. محكمة؟ احنا جوه محكمة؟ احنا ما اتفقناش على كده يا كابتن. ما اتفقناش ان احنا هنيجي جوه. انت مين يا واد؟ انا مين ايه؟ انت بتشجع ايه؟ مدرب كاراتيه يا ستي. هو انا مش باين عليا ان انا محامي خالص؟ والنبي يا ابني وانا باين؟ لو باين هقول لك. والله انت زي ابني يعني. طب الروب ده ما بيفكركيش بحاجة؟ اه بيفكرني. بإيه؟ بالراجل وطواط. وطواط إيه بس؟ بتاع التلفزيون، زي المسلسلات بتاع باك مان والسايتر مان. هي جلسة مش معدية، أنا عارف، أنا مش مكتوب لا ترافعة خالص. قومي يا ست بقى خلصينا بقى، قومي بقى. لو سمحت، لو سمحت، أنا أتكلم معاها بطريقة أحسن من كده. خليني أشوف شغلي. لو سمحت. مين هيخش القفص؟ أمك. دخلها. قومي بقى. طب الفيلم هيبدا امتى؟ قومي غلبتيني. يلا يلا جنتو 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 يلا. خلاص يلا قبل ما نفترق من بعض، المراجعه النهائيه بقى. ماشي يا واد. انت مين يا واد؟ واد مين ايه؟ ما انا هو اللي كان هناك. انت طالب من منظرين؟ لا انا هو واحد بس. انت واحد بس؟ اه. محكمة! أنا بريئة. أنا مظلومة.
انا اطلع عفرية. سكوت. اكشن. انا مريم مظلومة واطلع عفرية. سكوت. النيابة تفضل. سيادة القاضي، حضرات المستشارين، قامت المدعى عليها طاطا عطعوت باستغلال براءة المواطنين البسطاء وظروفهم الصعبة والملحة، وأوهمتهم بقدراتها العجيبة على استثمار أموالهم وتحقيق أكبر عائد مجز لهم في حياة الملايين. اسلم حنكك. قول يا سكارة والنبي صوتك صوتك حلو. ما تعمل شريط وتنزله. سكوت. أكشن. لقد قامت بجمع أموال ومبالغ طائلة تخطت ملايين الجنيهات. أعترض. أعترض يا سيادة القاضي، ده ظلم وافتراء مبين. أقعد. ليه كده طيب؟ ليه بتبوظي ستايلي ليه؟ كمل يا سكارة، كمل يا سلام حياتك. لقد استولت على ملايين الجنيهات قرابة 3 ملايين جنيها مصريا. لا، أنا كنت بعد أول ما أحبك عشان أنت كنت بس كويس، إنما دلوقتي مش أنا بحبك، لأن هم أصلا 20,375,000 و80 يا أما اسكتي يا أما اسكتي خالص، ما تتكلميش خالص. وفي إيه؟ سكوت. سكوت. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة. أيوة كمل يا أستاذ، كمل. ليش لمبوعك يا ستي؟ أنا اللي أقول مين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش. لا، ده كان زمان قبل الثورة، لكن دلوقتي خلاص الناس قلوبها شال منه خوف. تفضل كمل يا أستاذ، كمل. سكوت. أكشن. النيابة تفضل. فبعد أن قام المساكين بتسليم ما يملكونه من حطام الدنيا لها، أيوة، بدأت المتهمة في المماطلة والتهرب من إعطائهم الفائدة المنتظرة أو حتى أصول أموالهم. أيوة، يسخن بقى كده، زاعمة أنه قد تم التغرير بها. صلاة النبي عليك، أيوة الله يا باشمهندس، اتلعب بيا. والله العظيم يا ست لو ما سكتي لاديكي حكم عشوائي. حقك، ما انت رئيس لكل المصريين. يا ست قطاطة، انا هنا رئيس المحكمة وبس. وضحت؟ خلاص طيب، ما تزعلش كده يا حضرة الظابط. حضرة الظابط؟ انا مش عارف واحدة مغيبة زيك ازاي تضحك على الناس وتلم كل فلوسهم كده بمنتهى الرضا. ايه ده بيقول ايه ده؟ كنت بتعمل لهم ايه؟ بتسحر لهم؟ صدقت يا سيادة القاضي، فالثابت من التحقيقات وإفادة الضحايا تفيد أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول وقدرتها العجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي فيفعل ما تأمره به مهما كان. يعني وحدة حباها المولى عز وجل بخيال خصب يتمناه أعظم الكتاب والمؤلفين، بدل ما تستخدم القدرة دي في الخير وفيما هو مشروع، أخذت تستغله في الدجل والشعوذة والفسق. سعادتك، ودي تهمة تضاف لجرائمها السابقة. طبعاً. طلبات النيابة. أنا عايز واحد حيوان أمشي. يا ولية كلام، عندك أي إضافة عايزة تقوليها؟ عايزة ترسي مع الحيوان أمشي. يا سيادة القاضي، لا تتركوها، لا تتركوها تراوغكم هكذا. يا صدام، النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة قطاطة عطعوط الزو. وشكرا لكم، شكرا لكم. هو ده هيبقى عسكري كبير قوي في الزبطيه، هيظبطوك. سكوت. الدفاع يتفضل. ايه ده؟ الكابتن وائل الجمعه جه؟ وائل الجمعه مين يا ست؟ الدفاع يعني المحامي، عندك محامي؟ انا هنا يا ست القاضي، حاضر عن المتهمه.
ويا ريت ننسى اللي فات. ننسى اللي فات؟ بس بقى عشان هتروح معانا دلوقتي. بس بس اتفضل يا استاذ. شكر جدا سياده القاضي، و اولا احب اعبر عن سعادتي لوجودي وسطيكم، ويا رب المرافعه تنول اعجابكم. اديله ورده يا واد وبوسه يلا. بس بقى سياده القاضي، حضرات المستشارين، الساده الحضور، وانا وانت مرقص يا جدع. بسيط بسيط مرقص يا جدع. لو سمحت ممكن تسكتها عشان مش عارف اركز. سكوت اكسد. سكوت. ادخل يا استاذ في الموضوع. سادخل سيد القاضي. يرى ممثل الادعاء، ودي رؤيته سياده القاضي، ان موكلتي قد قامت بجمع مبالغ من المواطنين، ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات. طب هيهات سيجاره بقى لحسن خرمتي نفوخي. سكوت. كمل يا استاذ. في حقيقه الامر سيد القاضي، ان الاهالي هم من سأوا رايها وراحوا يتوسلون اليها. والنبي يا حاج قطاطه، والنبي يا خالتي قطاطه، خلي الفلوس دي عندي، خليها معاك وشيليها، ويمشوا ويجروا يا بنت تعالي. يسيبوها ويجروا. سيد القاضي، وان للتوسل مكانه كبيره في قلوب المصريين، ولما التوسل سيد القاضي؟ لتاخذ اموالهم لتستثمرها عندهم لثقتهم فيها. معلش هعيد دي تاني، لثقتهم فيها. كذاب كذاب وحيادك يا استاذ الزعيم. سياسه القاضي بقى ما تسيطر شويه. سكوت. لثقتهم فيها وسيرتها العطره وروحها النقية. انظروا إلى وجهها. معلش سيادة القاضي، انظر إلى وجهها. هل هذه تأخذ أموال من ناس عافية؟ دي تأخذ أموال عافية ازاي؟ منين؟ منين سيادة القاضي؟ كذاب كذاب في أصل مصر. أنا اللي اتحكت على الناس وخدت منهم الفلوس، مش كل حاجة أنا عملتها. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة سعادتك يا فندم. يعني محدش من الضحايا ادالك فلوسه كده من نفسه؟ نفر. وما بتنكريش كمان ان انت خدت فلوسهم عشان توظفها لهم؟ جميل. يعني انت معترفه؟ لا ده مش معترفه بحاجه، وبطلب البوليس. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. انا مش هكمل مرافعه سيادة القاضي، لان كل حاجه بانت على وضوح. استاذن بشكل شيك عشان ما تحرجش اكتر من كده، ونتقابل في قضيه ثانيه ان شاء الله باذن الله. يا حبيبي الحمام على الشمال، خش على طول. بس بقى بس بقى خلاص خلاص. عندك حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟ مش كده يا جلاله الملك، فين ايامك؟ فين ايامك يا جلاله الملك؟ اتبهدلنا من بعدك. رفعت الجلسه للمداوله. محكمه. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. اسكت بقى خلاص خلاص خلاص. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. قفشنا ولا ايه؟ يا عم بص يا عم، هو مش واجب برضه نقوم نواسيها وناخد مخاطرها؟ اقله نبقى عملنا الواجب. انت بتقول ايه يا عمنا؟ ما تخلينا في حالنا بدل ما نتهرش. نتهرش؟ انت كحول قوي يا اسمك ايه؟ قوم يلا هنضحك. يلا يلا. مساء الخير. هو مش حضرتك برضو الست ثانية اللي كانت ماسكة الشغل عند الست قطاطة؟ أيوة أنا. قلبي معاك يا ست ثانية، والله غمة وهتنزاح بإذن الله. أيوة يعني مين حضرتك؟ طبعا ما أنت مش هيجي على بالك تعرفيني، ما أنت ياما شفت ناس داخلة وناس خارجة الله يكون في عونك. أنا يا ستي واحد من الناس اللي حطوا شقة عمرهم عند الست قطاطة، وفي الآخر طلعت من المول بلا حمص. بريئة والله العظيم يا بست قطاطة، بريئة والله العظيم. مصدقك من غير ما تحلفي مصدقك. أنا عارف إن الست قطاطة كمان انضحك عليها، ربنا ينتقم منه بقى اللي عمل العملة المنيلة دي. هو أنتوا ما وصلتوش لحاجة؟ فص ملح وداب ولا لوش أثر، بس إن شاء الله هيقع، لأن ربنا ما يرضاش بالظلم. ونعم بالله. بعد إذنك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سادة الليل، تقتل القتيل وترقص في جنازته. تفضل. متشكر يا بنتي. العفو العفو.
محكمة! أنا مظلومة! اتفضل. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع هيئة المستشارين على المتهمة سلامات عبد الغفار بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. مبروك يا ريت، مبروك، ده راجل النار أحسن. وعلى المتهمة أطاطا عطعوط الزوج بالسجن 3 سنوات مع الشغل. أنا مظلومة، مظلومة بريئة، أنا بعرف لها عفية، أدي في الناس يا ناس. والله وحلوت احلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت يا رؤى، قصدي حلوت يا شعبول لو الفلوس بقت بتجري في ايدينا. ما هي الدنيا كده يا صاحبي، ناس بغبائها تترمي في السجون وناس اذكياء زي كده يتبغدوا ويتروشوا ويتروقوا على حسابهم. وهي دي بقى نظريه هتلر في تقسيم المجتمعات وعمرها ما خيبت. الله يرحمك عم هتلر، الله يرحمك. هتلر ده كان أستاذي وقدوتي، كانت أمنية حياته إن يقسم المجتمعات لطبقتين، طبقة بتفكر وترتب وتخطط زي حالاتي كده، والطبقة التانية يستاهل يتولع فيها بجاز ويسخ زي قطاطا واللي شبهها. بصراحة الولاية دي كان عليها غباء ما يتوصفش. بس يعني هو أنا محسوب على الطبقة بتاعتك دي برضو يا شعبولة؟ أنت؟ طب خليها في سرك. أنا بريئة، أنا مظلومة، أنا اتلعب بيا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تقلقيش يا ست قطاطة، ما تقلقيش، بعون الله هخرجك منها، وانت معايا اشارتك خضرا. هتعدل حد؟ انت تعرف حد في مرور فيصل؟ يا دنيله يا وليه يا وليه، انت صعبت عليا عشان كده هغربك، افهميني. طب افغاني وهم بيهربونا. اسكتي بقى، فضحتينا الله يخرب بيتك. بقول لك يا عمنا، يعني بعد اذنك، يعني انا كانت ليا نظريه كده عايز اخد رايك فيها. قول يا اخويا، ما تخليش حاجه في نفسك. يعني بما اننا عملنا عمليه قطاطه ومعنا من قبل كده فلوس، عندنا خميره كبيره تخلينا عايشين برنسات، ما كفايه بقى ونبطل. كفايه وحياه النبي يا شيخ، بلاش كلمه كفايه دي. بتجيب الفقر، وبعدين البحر بيحب الزياده. وإذا كانت وجهة نظرك أنت بقى إنك تشتري مطعم شيك في فندق 5 نجوم، أنا بقى لأ، أنا شراء الفندق نفسه ميكفنيش. وبعدين كفاية بقى عشان الحمد لله جاي. كفاية. يا أهلاً يا أهلاً يا حبيبة قلب جوزة، تعالي. نورنا يا سمير. ده نورك يا ليلى، ما كانش له لازمة التعب ده. تعب ايه ده؟ واحنا بنشوفك كل يوم. مش عايز اتتلك. يلا حاضر يلا حاضر. يا انا حاسس ان انا عايش في قلب النعيم من جوه. والله كده الشغل ماشي 100 100. قول ما شاء الله، ما يحسدش المال الا اصحاب. الف ما شاء الله طبعا يا حبيبتي. لو ايه ست زي الفل، اخلاص ايه ووفاء ايه، تتحط على الجرح يطيب. الله الله الله، اللي جرى ايه؟ هو انا لسه هعرفكوا على بعض؟ ايش حال اذا ما كنتش انت اللي مجوزها لي؟ الله يبارك لك، ربنا يسعدكم ويهنيكم ببعض. ميرسي يا سمير. امال فين ياسمين؟ افتكرت دي عند ماما من امبارح، لازم اكلمها. او النبي وسلمي لي عليها الاحسن، وحشاني قوي. اي ياسمين، ازيك يا روحي؟ بابي بيسلم عليك. بقول لك ايه؟ انت مطبق معايا الليله دي في شغل جديد عايزين نمخمخ فيه. جديد ايه؟ مش لما نصفي القديم الاول ونشوف اللي ليا واللي ليك؟ اللي فات مات يا حبيبي، خلاص اللي فات مات. طب افرضي هما بيهربونا، ها؟ مسكونا وجمركونا وخدوا بقى الحاجات اللي احنا جايبينها من بورسعيد، هتعملي ايه؟ بص يا ست قطاطه، انا
عند رجاله محاصرين المحكمه، وبعون الله بعون الله هيسلكونا. مالك انا ما عنديش حاجه تستلمي؟ شوف انت ايه مسدود عندك وسلكيه. اخرسي اخرسي بقى وسدي بقى. انت ايه؟ يا ساتر يا رب. يا ناشفه يا بنت، يعني ما فيش فيك راجع لو علموك يمين او شمال. ماشي، يعني لو اتجوزي هتخلفي كلب. يلا يا طاطا العربيه واصل. حاضر. والنبي عشان خاطرك انت اللي نجيتها، بس من قلب البدن الكاسيه هتعرف ايه دي. قومي خلصي. انا هو انا بخاطري مش في حاجات شايلاها. مالك يا وليد؟ هو النبي موجود بس ليا عندك طلب. عايزه ايه؟ فلوس؟ تناقصه؟ لا لا، فلوس ايه يا ابني؟ انا خلاص حد الله ما بيني ومنها. انا بس عايز اخش الحمام. عايز اخش الحمام، عايز اعمل بيبي. ابو ده لمصلحتكم، انتوا ممكن تبطوا غرقانين في قلب العربيه. خلاص كتك القرف قدامي يا ابني. عايز اسجنني. يو انت رايح ليه؟ انت هتخش معايا جوه في الحمام بتاع النسواني؟ ده هتلبسيني بلوة، خش خلاصينا. انت جاي جاي تخش كده. لا اله الا الله. حاضر. لف وسط. ماشي. اوعى تبصي بالخم بقى. مش هتنيل. تعالى كده. حاضر، جينا كده. انا ماشي عليك اهو. الهي ربنا يريحني منك يا رب. ما تشدش يا خفيف. اول ما المعلمه تركب عربيه الترحيلات، كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه؟ لا. كل اللي انا عارفه ان طبيعه المهمه بتاعتنا تهريب عربيه الترحيلات بتاعت الستات. خلاص؟ كل واحد عارف هيعمل ايه؟ لا. خلاص يا وليه بقى. طب عارف في شغلانتك السودا دي بقى؟ خلاص يا افتح الباب. ما بديهاش بقى.